معكم في أولى جولاتنا اليوم مشاهدينا إلى شرق المملكة. أمانة المنطقة الشرقية تصدر شهادة امتثال لمباني قائمة في حاضرة الدمام من قبل الإدارة العامة لتحسين المشهد الحضري، وذلك لتحقيق مبادرة امتثال على أكمل وجه. تفاصيل أكثر عن هذه المبادرة وهذه الشهادة بنعرفها مع الزميلة بشاير القبوص. أمسي عليك بالخير بشاير، منورتنا في حلقة اليوم من برنامج ديرتنا. لو تعطينا للمشاهدين صورة عن هذه المبادرة وهذه الشهادة، ماذا تعني؟ مساء النور عليك عهد وعلى جميع المشاهدين، وإن شاء الله أن كل ما قدمه يعني يكون بشاير خير لكم يا رب. وأبدأ حديثي معكم اليوم بخدمات مملكتنا الحبيبة التي تسعى وتحرص كل الحرص لتطوير الهيئات وجميع الجهات الحكومية لترتقي إلى طموحات رؤية الوطن، رؤية طموحة ملهمة، رؤية 2030، منها جودة الحياة. ومن هذا المنطلق في أغسطس 2023 أطلقت وزارة الشؤون البلدية والإسكان مبادرة امتثال المباني، واليوم هنا في شرقية الخير ومن أمانة المنطقة الشرقية ممثلة بالإدارة العامة لتحسين المشهد الحضري في تطبيق هذه المبادرة والتوعية عنها وتحقيق أهدافها. والحديث أكثر في هذا الشأن تنضم معي المدير العام للإدارة العامة لتحسين المشهد الحضري المهندسة منيرة الحمري. يا هلا وسهلا، حياك الله. مهندسة منيرة، ماذا نقصد باختصار بشهادة امتثال المباني؟ شهادة امتثال هي وثيقة تنظيمية أصدرتها وقررتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان لملاك المباني، تثبت التزامهم بخلو مبانيهم من عناصر التشوهات البصرية. طيب لو نتكلم عن نطاق تطبيق الشهادة وفئات يعني المباني المستهدفة. تم تحديد النطاقات المستهدفة لشهادة امتثال وهي الشوارع التجارية، وتم تحديدها بأمانة المنطقة الشرقية ب 271 شارع مستهدف. فئات المباني هي جميع الفئات سواء كانت مباني سكنية أو تجارية أو حكومية. آلية التقديم مع الاشتراطات ومتطلبات الشهادة. آلية التقديم جدا بسيطة وميسرة عبر منصة بلدي، حيث يتم فقط إرفاق ما يثبت ملكية المبنى سواء كان رخصة بناء أو صك ملكية أو فاتورة مياه أو فاتورة كهرب، مع إرفاق تصوير لواجهة الأمامية للمبنى يثبت خلوه من جميع التشوهات البصرية اللي أقرت في لائحة إجراءات دليل شهادة امتثال، واللي هي 19 عنصر من عناصر التشوه البصري. فقط هذه المتطلبات جدا بسيطة. بالتأكيد الكثير يود أن يعرف قيمة إصدار الشهادة. هي شهادة مجانية ومدتها 3 سنوات. طيب عشان نكون واضحين، الخطة التنفيذية لتطبيق الشهادة وبالتأكيد أنها تمر مراحل. صحيح، أولت أمانة المنطقة الشرقية جهود كبيرة في تنفيذ الخطة لتطبيق شهادة امتثال. بدأناها بتشكيل فرق العمل اللازمة وأيضا تحديد المحاور المستهدفة، وحصرنا جميع المباني. اليوم عدد المباني المستهدفة في أمانة الشرقية تقريبا 11398 مبنى، وتم إصدار إشعارات لجميع ملاك المباني، وأيضا قمنا بحملات رقابية وحملات إعلانية للترويج عن هذه الشهادة. مهندسة منيرة، أعتذر لقصر الوقت وإن شاء الله لنا لقاءات كثيرة. إذن ومن مبدأ إصلاح النفس أولا، صدرت أول شهادة لمبنى أمانة المنطقة الشرقية، ونقول أن شهادة امتثال المباني ليست كأي شهادة عادية، بل شهادة ضرورية لتحسين المشهد الحضري وتحسين التشوه البصري ورفع جودة الحياة. أكيد، ونشكر أمانة المنطقة الشرقية على إصدار مثل هذه الشهادة. شكرا لك بشاير، ودائما لك من اسمك نصيب في جميع ما تقدمين عبر شاشة القناة السعودية. شكرا لك وشكرا لضيفك.